هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشهركم مبارك. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان، هنا من قناة بلقيس نتواصل، نعيش أجواء الروحانية والروح الإنسانية بما فيها من مشاعر وتجارب، وإلى تجربة جديدة وجوائز تنتظركم الليلة، فأهلا بكم. لقد جئنا نحن 15 لإزاحة الغطاء عن حضارة قامت على عبادة القمر ثم انقرضت قبل 2000 سنة بعد كارثة لابد وأن تكون قد هزت العالم العربي القديم من أساسه. هذا مقتطف من حديث طويل للولاند فيليبس، والذي وصل مأرب في عام 1951 تتبعه بعثة علمية كاملة للبحث والتنقيب عن الآثار. كانت البعثة مزودة بأجهزة حديثة وفق تقييم تلك الأيام. لقد حضروا إلى مدينة قديمة، ولكن لابد من أجهزة حديثة حتى تتمكن من معرفة الماضي. لا يمكنك رؤية الماضي بأدواته، بل بأدواتك أنت. وحين سافر فريقنا إلى جامعة إقليم 7 في مأرب،
لاحظ أن الحبر هو الحاضر في كليات يفترض أن يكون الحاسوب هو الحاضر فيها بلا منافس. هذه المدينة التي رأت الأجهزة الحديثة في أيدي الباحثين الأجانب طوال الوقت، عليها أن ترى تلك الأجهزة في أيدي أبنائها، وهو ما سنشاهده اليوم في حلقتنا من مأرب، وتحديدا من جامعة إقليم سبا. شمس يوم جديد تشرق على مدينة مأرب، وعند أطراف المدينة يسكن غفران، وعليه أن يشق طريقه نحو جامعته. وبنفس التوقيت تقريباً يخرج عشرات الطلاب نحو ذات الصرح، جميعهم قادمون من أماكن بعيدة. حتى وقت قريب كان التعليم الجامعي يحتاج إلى سفر من المحافظة والانتقال للعيش في مدينة أخرى، لكن الحال قد تغير وأصبح لمأرب جامعة فيها الكثير من التخصصات. ففي العام 2006 كان في المدينة كليتان فقط، أما اليوم منذ العام 2016 وهو عام التأسيس لجامعة إقليم سبأ، فقد تغير الحال تماماً وأصبحت الجامعة تغطي كليات مختلفة، لكن هذه الكليات تواجه تحديات حقيقية. بالنسبة للإشكالية أو التأثير علينا كطلاب في الجامعة من عدم التطبيق العملي، عدم وجود الحواسيب، لذلك فلا داعي لدراستنا بالنظري. قد أكوننا من أحد الطلاب الذي لا يمكن أو مش بالأساس مش عارف أتعامل مع الجهاز الكمبيوتر بالفاق وبالإغلاق وكذا. من حيث التطبيق العملي، يعني أنني سنة ثانية كله نظري، فحتى لدرجة أنه معنا زي مادة الحاسوب، تطبيقات الحاسوب، إحنا يعني كله نظري، كله يعني ورقي، ما دخلناش لحاسوب، ما دريناش كيف نستخدم الحاسوب، كيف نتقنه بمهارة، أشياء كثيرة، يعني كان أكثر نظري. عندما تجي تسأل الدكتور يقول لك ما فيش معامل، يعني جامعتنا تفتقر لهذا الشيء بشدة. نستطيع أن نقول أن الجانب النظري يكاد يكون مكتمل، تنقصنا في الجانب العملي التطبيق. هناك شحة، وكان يفترض أن يكون هناك مركز إعلامي وأن يكون هناك استوديو، لكن هذه نفتقدها، وهو ما نطمح أن يكون مستقبلاً. وقد كثير من الرؤى والتصورات والمقترحات في هذا المجال رفعت الجامعة، أيضاً سعت. نأمل في الأيام القادمة أن يكون هناك معمل، وأن تكون هناك مركز إعلامي متكامل للتطبيق. لدينا الكفاءات والقدرات أيضاً والكوادر موجودة، لكننا نفتقد إلى الجانب العملي، وهو جانب الإمكانيات التي لم تعد أو لم تتوفر في هذه النتيجة للظروف التي ذكرناها سابقا. الصورة على العكس بعدين لما انتشرت الصور بعد ذلك نشرتها في الجزيرة. لا، انظر في المصائب إلى المستقبل أكثر من المستقبل، ولذلك نلاحظ مثلا هي معاكس يتفق الطلاب ومعلموهم في جامعة إقليم سبأ على أن الدفتر والقلم لا يكفيان لفهم التطورات في كليات مثل الإعلام والفنون،
وأنه لا بد من توفير أجهزة ستكون رفيقة رحلتهم في المستقبل، أجهزة يرونها بعد تخرجهم في كل مكان يريدون العمل فيه. في حال توفرت المعامل ستكون هناك نقلة نوعية في العملية التعليمية، الطالب يستطيع يعني ممارسة العمل على الحاسوب والتعلم عليه ومحو الأمية من ناحية الحاسوب. اتخذ البرنامج خطوة نحو حلم الطلاب داخل جامعتهم، وقد تم اختيار واحدة من قاعات المحاضرات لإبلاغ من فيها عن المشروع الذي أعد لهم. حتى تتمكنوا من تطوير مهاراتكم، قرر برنامج حيث الإنسان إنشاء معمل متكامل لطلاب الإعلام والفنون. تخيل إن كل إنسان يشوف غيره بعين إحسان، ونبدأ كلنا نسعى نرجح كفة الميزان عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا، نشارككم سعادتنا وصدقي وبالإمكان. تم إحضار الأجهزة التي يحتاج إليها الطلاب، وتم تحديد عدد المستفيدين ب700 طالب وطالبة في مراحل مختلفة، وجميعهم سيدونون على سيرتهم هذه المهارات التي تجلبها التكنولوجيا الحديثة. في أيام فقط تم إعداد كل شيء، حضر الطلاب ليروا قاعتهم الجديدة والتي فيها يتعلمون، ما يجعلهم قوة منافسة في السوق داخل البلاد أو خارجها. وها هو معمل الحاسوب في جامعة إقليم سبأ بكل تفاصيله وبكل ما احتاج إليه من شبكات ربط واتصال. حلم غفران كان مشتركاً مع زملائه، وها هو ماثل أمامهم في مدينة يحرس التاريخ وجدانها ويسهر قاطنوها حالمين بغد أفضل. عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا، نشارككم سعادتنا وصدقي وبالإمكان.
مرحلة تصف بإعداد معمل الحاسوب في الجامعة من قبل برنامج حيث الإنسان. هذا ما يجعلنا نعزز من مهاراتنا وقدراتنا في عملية في التطبيق العملي في الدراسة. تخيل قيمة الكلمة لإنسان قد كبر همه ويسمع لا تخاف من شي وربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس ولا ينقص عليك من كاس إذا سقيت بعطشان هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن ها هو معمل الحاسوب في جامعة إقليم سبا، حاضر بكل تفاصيله وبكل ما احتاج إليه من شبكات. هذا ما جاء في فيلم اليوم، وهو هدف وغاية سعينا في برنامج حيث الإنس في برنامج حيث الإنسان. في العام الماضي كان البرنامج حاضر من خلال افتتاح أول متحف للآثار في ذات الجامعة، وكان هدف المشروع الحفاظ على الماضي، على تاريخنا الذي تجرفه السيول أو الأطماع. هذا العام كان هدفنا النظر نحو المستقبل، وقد وفر البرنامج الأدوات المناسبة لقراءة الماضي ولرؤية المستقبل، وتفصل بينهما مجموعة قليلة من الجدران بينما يشتركان بالكثير الكثير. إذن تحية كبيرة للزميلة إيمان القدسي مترجمة لغة الإشارة، ونشكرها على حضورها معنا هذه الليلة. إذن الآن مشاهدينا الأكارم نذهب إلى البث المباشر وسؤال الفيسبوك هناك، ويبدو أن هناك تفاعل لا بأس به. نشاهد الحاضرين الآن في الفيسبوك تفاعل كبير، وهناك تعليقات أيضا، الجميع يتمنى الفوز في المشاركة. طبعا مش الكل راح يفوزوا بالتأكيد، لكن سنقرأ عليكم السؤال، كونوا مستعدين الآن. طيب، السؤال الفيسبوك البث المباشر يقول: كم عدد المستفيدين من مشروع حيث الإنسان الليلة؟ سؤال يقول: كم عدد المستفيدين من مشروع حيث الإنسان الليلة؟ الخيارات: 1-500 طالب وطالبة، 2-170 طالب فقط، 3-700 طالب وطالبة. كم عدد المستفيدين من مشروع حيث الإنسان الليلة؟ 1-500 طالب وطالبة، 2-170 طالب فقط، 3-700 طالب وطالبة. هذا كان سؤال البث المباشر في الفيسبوك، وننوه للمتابعين أنه ستكون معنا قرعة لإعلان الفائز في هذا السؤال، سؤال البث المباشر في الفيسبوك. نهاية الحلقة. إذن الآن نذهب إلى الفقرة التفاعلية معكم، مع المتصلين حبايبنا من اليمن. نستقبل أولى الاتصالات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال أخي؟ الاسم الكريم. ألو؟ ألو، السلام عليكم. وفقدنا أول الاتصالات، ونتمنى أن يحاول
الاتصال مرة أخرى ويتوفق معنا. ألو مرة أخرى. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم أختي صفية عبد الله مهدي قايد. مرة ثانية ارفعي صوتك. صفية عبد الله مهدي. حيا شاء الله يا صفية عبد الله. من فين تتكلمين يا صفية؟ من إب. من إب. حيا الله صفية وأهلنا في إب الخضراء. جاهزة يا صفية؟ أيوة إن شاء الله. تابعت القصة صح؟ إن شاء الله. طيب نروح للسؤال. نروح للسؤال. السؤال يقول يا صفية في أي مدينة نفذ مشروع الليلة؟ سؤال سهل لو تابعت القصة. في أي مدينة نفذ مشروع الليلة؟ تحتاج خيارات؟ بس ما تابعت من الأول، تابعت من النصي. طيب من النصي. طيب طيب ناخذ خيارات. ناخذ الخيارات. الخيار الأول مأرب، الخيار الثاني الجوف، الخيار الثالث شبوة. يلا يا صفية إذا تابعتي سهل الإجابة. ما تابعت من الأول. هذا سؤال الهدية حق البرنامج. احنا دائما نعمل هذا سؤال هدية، أول واحد يتصل معنا يكون سهل وخاصة إذا تابع القصة. اليوم القصة والمشروع فين، في أي محافظة كان؟ تعرف الإجابة؟ في حد عندك يساعدك يا صفية؟ ما تابعت القصة من الأول، هذه الحلقة هذه ما سمعتها. طيب أنت شفت القصة عبر التليفون، عبر التلفزيون، عبر الراديو، عبر إيش بالضبط؟ شفتها بالتلفزيون بس ما تابعت من الأول. طيب نغير إيش السؤال؟ أي السؤال؟ أيوه. طيب نغير السؤال لصفية، بس ركزي يا صفية، ركزي لأنه ما إحنا ساعدناش الآن، الآن تساعدي نفسك. يلا السؤال الثاني يقول أين يسكن غفران بطل القصة؟ نعطيها الخيارات. الخيار الأول يا صفية وسط المدينة، الخيار الثاني طرف المدينة، الخيار الثالث صرواح. على مهلك يا صفية ركزي. الخيار الأول وسط المدينة، الخيار الثاني طرف المدينة. صفية صفية يا صفية وين رحت يا صفية؟ مع الأسف فقدنا الاتصال بصفية، ونتمنى أن المتصلين أن يكونوا يعني جاهزين تابعوا القصة وأيضا يكون معهم رصيد كافي وأيضا بطارية شحن متوفرة بحيث أنه يستمر معنا أكبر قدر ممكن ويفوز معنا. طيب نروح لمتصل آخر. ألو أيوة معك. السلام عليكم. معك سلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم أخي. اسم فؤاد علي مفرح. مرة ثانية ارفع صوتك. فؤاد علي مفرح. حياك الله يا فؤاد. من فين تتكلم يا فؤاد؟ من حجة. حياك الله يا فؤاد، شهرك مبارك يا فؤاد وأهلنا في حجة. الجميع على الجميع حياك. طيب جاهز يا فؤاد روح للسؤال. أكيد جاهز إن شاء الله. يلا نروح للسؤال. أيوه. السؤال يقول يا فؤاد في أي مدينة نفذ مشروع الليلة؟ تحتاج خيارات. في أي مدينة نفذ مشروع ما؟ في أي مدينة نفذ مشروع الليلة؟ في معانا كان مشروع اليوم. الخيار؟ مأرب. الإجابة؟ مأرب. إذن إجابة صحيحة يا فؤاد، ما تحتاج خيارات ومبروك عليك 100,000 ريال. سلام سلام. مبروك يا فؤاد، شكرا لك، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. طيب الآن نروح لمتسابق آخر وفائز آخر إن شاء الله. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم اسم الكريم أختي. فريال محمد. فريال. أيوة. من فين تتكلمين يا فريال؟ من عدن. من عدن، حيا الله أهلنا في عدن، شهر مبارك يا فريال. أهلا عليك. يعطيك العافية. تابعت القصة يا فريال؟ تابعت. أيوة. طيب مستعدة جاهزة ما تحتاجي شيء؟ إن شاء الله. في حد عندك يساعدك ولا خلاص؟ لا ماشي. طيب الأسئلة سهلة إن شاء الله يا فريال. يلا نروح للسؤال.
السؤال يقول أين يسكن غفران بطل القصة؟ طبعا تحتاج خيارات يا فريال. أيوة لأني كنت عارف الإجابة اللي مقابل حق مأرب. طيب هذاك السؤال هذاك كان السؤال الأسهل طبعا، لكن طيب بس نعطي الخيارات لغفران. الخيار الأول يا غفران وسط المدينة، الخيار الثاني طرف المدينة، الخيار الثالث صرواح. صرواح أعتقد. متأكد أنك تابعت القصة؟ تابعت يعني حق الكليات أنها في 2006 بس. هو كان فين يسكن هو؟ الطلاب عادة فين يسكنون؟ يلا تلميح. في المدينة وسط المدينة. لا طرف المدينة. الأسعار فين تكون رخيصة؟ ها؟ فين الأسعار تكون رخيصة في السكن؟ بالسكن تكون مش بوسط المدينة. وسط ولا طرف المدينة ولا صرواح؟ في طرف. يلا انت اختاري. يلا ساعدني. ساعدت ايش الان؟ نغير ايش السؤال؟ ايوه غير السؤال. طيب نغير السؤال لفريال، بس حاولي تركز يا فريال لانه الان مساعده. ساعدي نفسك الان، ركزي شويه معنا وان شاء الله تجاوبي. طيب السؤال يقول اللي غيرناه لفريال، اين يدرس غفران؟ الخيارات يا شباب عشان الوقت. الخيار الاول جامعة إقليم سبأ مأرب، جامعة زبيد، الخيار الثالث جامعة لحج. إقليم سبأ. الخيار الأول إقليم سبأ. الخيار الأول. إذن نثبت لفريال الإجابة. إجابة صحيحة يا فريال، مبروك عليك 100,000 ريال. شكرا. تشرفنا. شكرا لك يا فريال. شكرا. طيب الآن نروح لمتصل سابق آخر ومتصل جديد، حبايبنا اليمنيين. حبايبنا أهلنا في اليمن. ألو ألو السلام عليكم. سلام. ألو السلام عليكم. أيوة الاسم الكريم. عمار محسن علي حسين القرباني. مرة ثانية. عمار محسن علي حسين القرباني. حياك الله يا عمار، من فين تتكلم يا عمار؟ من تعز. من تعز، حيا الله أهلنا في تعز. كيف رمضان معكم في تعز؟ والله الحمد لله تمام. طيب يا عمار روح للسؤال. تفضل. يلا روح للسؤال لعمار. نعم. السؤال يقول يا عمار أين يسكن غفران؟ تحتاج خيارات. أيوة. الخيار الأول يسكن غفران وسط المدينة، الخيار الثاني طرف المدينة، الخيار الثالث صرواح. سؤال تفضل. السؤال الأول الإجابة الأولى. متأكد تابعت القصة؟ ما تابعت. ها؟ ما تابعت. إذا أنت متأكد ولا نغير لك السؤال؟ تغير السؤال. نغير السؤال بس شوف المساعدة الآن، ساعد نفسك لو غيرنا السؤال. تمام ركز يلا. طيب. نروح لتغيير السؤال يا عمار. يلا ركزوا الأمور طيبة إن شاء الله. السؤال يقول اللي غيرناه، كم كان عدد الكليات عام 2006 في مأرب؟ كم كان عددهن؟ الخيارات، نروح للخيارات مباشرة. الخيار الأول 3 كليات، الخيار الثاني كلية واحدة، الخيار الثالث كليتان. ثلاث كليات. قصدك الخيار الثالث؟ ايوه. قصدك الخيار الثالث؟ ايوه. طيب نثبت للخيار الثالث. ألف مبروك 100,000 ريال، إجابة صحيحة. يلا معلش. يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا لاتصالك. طيب نستقبل أولى الاتصال، نستقبل أيضا اتصال جديد. نحاول أن يعني ننوه للمتصلين أنهم عليهم أن يتابعوا القصة ويركزوا في بعض التفاصيل، والأسئلة تأتي منها بشكل مباشر، ونتمنى لهم التوفيق. طيب نستقبل أولى الاتصالات. ألو ألو اتصال جديد. ألو ألو السلام عليكم. ألو يا مرحبا. وعليكم السلام. الاسم الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، علينا وعليك إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله. طيب الاسم الكريم عرفني عليك يا أخي. ينوف شرف محمد بن.
يا نوف، حياك الله يا نوف، من فين تتكلم يا نوف؟ من مدينة صنعاء. من صنعاء، حيا الله يا نوف. يا نوف جاهز للسؤال؟ مدينة صنعاء. طيب، من مدينة صنعاء، حيا الله أهلنا في صنعاء، كيف رمضان معكم في صنعاء يا نوف؟ يا نوف نروح للسؤال. الحمد لله. طيب، لأن صوتي تأخر نروح للسؤال. الحمد لله، نروح للسؤال يا نوف. السؤال يقول يا ينوف إذا تسمعني، متى تأسست جامعة إقليم سبا؟ نروح للخيارات. الخيار الأول يا ينوف إذا تسمعني 2016، الخيار الثاني 2017، الخيار الثالث 2018. 2016. متأكد؟ 2016. متأكد؟ متأكد. أيوة. طيب، إذا إجابة صحيحة، إجابة صحيحة يا ينوف، ومبروك عليك 100,000 ريال. أيوة. تسلم تسلم أستاذ، الله يسعدك عليك. يعطيك العافية، شكرا. شكرا لك، شكرا لك. وإن شاء الله الله يديم عليك الضحكة هذه دائما يا ينوف. شكرا لمشاركتك يا ينوف، شكرا لجميع المشاركين. يعطيك العافية. حابب تقول شيء؟ توجه تحية؟ يفتح الجميع إن شاء الله. طيب، نروح لاتصال آخر. ألو، مرحبا. يا مرحبا. ألو. 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 كيف الحال؟ الاسم الكريم. ألو. عرفني عليك أخي. الحمد لله. اسمك 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 من؟ يعقوب عبد محمد الظاهري. يعقوب، يا يعقوب ارفع صوتك وكذا وتحمس وان شاء الله تفوز معانا. يعقوب ارفع صوتك. يعقوب عبد محمد الظاهري. حياك الله يعقوب، من فين تتكلم يا يعقوب؟ يعقوب من الضالع دم. حياك الله يا يعقوب من الضالع. طيب، جاهز للسؤال يا يعقوب؟ من الضالع دم. تمام، من الضالع دم. نروح للسؤال يا يعقوب، صوتي تأخر عندك. نعم. يلا نروح للسؤال. السؤال يقول أين يسكن غفران؟ نعطيه الخيارات. الخيار الأول يسكن غفران وسط المدينة، الخيار الثاني طرف المدينة، الخيار الثالث صرواح. في حد يساعدك يا يعقوب؟ طرف المدينة. طرف المدينة. طرف المدينة الإجابة الثانية يعني. طيب، نثبت ليعقوب الإجابة. إذن إجابة صحيحة يا يعقوب، مبروك عليك 100,000 ريال. يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا لاتصالك. وينهم ذيلة من أول؟ وين كنتم ساكتين؟ وينهم كانوا شوية شوية تتكلم يا يعقوب؟ طيب، مبروك عليك ومبروك الفرحة هذه. طيب، نروح لاتصال آخر. ألو، نروح متصل جديد. ألو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك أخي؟ الاسم، نتعرف عليكم. ارفع صوتك. اسحاق احمد. ارفع صوتك مره ثانيه، كرر الاسم. اسحاق احمد. اسحاق، من فين تتكلم يا اسحاق؟ من الضالع. حي الله اسحاق من الضالع. جاهز يا اسحاق؟ يلا نروح للسؤال. جاهز. يلا نروح للسؤال لاسحاق. ما المشروع الذي تلقته جامعة إقليم سبأ من حيث الإنسان، أو من حيث الإنسان، ما الذي تلقته المشروع؟ طيب، روح للخيارات عشان تكون أوضح السؤال. الخيار الأول يا إسحاق، معمل متكامل للحاسوب. الخيار الثاني معمل طبي. الخيار الثالث معمل زراعي. من يساعدك؟ معمل متكامل الحاسوب. هذه الإجابة. متأكد؟ نعم. متأكد؟
متأكد. من ساعدك؟ من ساعدك يا إسحاق؟ من؟ من اللي ساعدك؟ طيب كم عمرك يا إسحاق؟ كم عمرك؟ كم عمرك يا إسحاق؟ ثبتنا لك الإجابة، كم عمرك بس؟ 17. كم؟ 17. إذا ثبت له الإجابة، ألف ألف مبروك يا إسحاق، 100,000 ريال، إجابة صحيحة. مبروك مبروك. طيب في آخر لحظة فاز معنا إسحاق. الآن نروح لاتصال آخر أيضا وفائز جديد بإذن الله. ألو ألو، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو يا مرحبا، وين اللي مشاركين؟ وين المشاركين؟ شكله معانا بس ما يسمعني. ألو السلام عليكم، اسمعني من التليفون. تسمعني حلو بس صوتك ضعيف شوية، ارفع صوتك، ارفع صوتك شوية معنا. اسمك؟ اسمك الكريم؟ أحمد عبد الواحد شيباني. أحمد من فين تتكلم يا أحمد؟ من صنعاء. من صنعاء، حي الله أحمد وأهلنا في صنعاء. جاهز يا أحمد نروح للسؤال؟ يلا نروح للسؤال يا أحمد. الصوت رديء لكن سنحاول أن يعني نقرأ للسؤال. شباب في الكنترول حبايبنا، كيف الوضع عندكم؟ يلا السؤال لأحمد. تسمعني أحمد صح؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بأحمد. نروح الآن للتذكير بآلية المشاركة في مسابقة البرنامج من خلال الإجابة على سؤال التليجرام. يمكنكم إرسال رقم الإجابة الصحيحة إلى بوت المسابقة عبر تطبيق التليجرام، والمشاركة بشكل صحيح يرجى اتباع الآلية التالية. نتابع آلية المشاركة في برنامج حيث الإنسان الموسم السادس. كل ما عليك هو تحميل تطبيق التليجرام وكتابة عبارة حيث الإنسان داخل التطبيق، ثم الضغط على أيقونة حيث الإنسان. سوف يظهر لك التالي: نظام يمكن المتسابقين من المشاركة في المسابقة. قم بالضغط على زر ستارت. للمشاركة في المسابقة سيطلب منك التطبيق الموافقة على مشاركة رقم الهاتف نعم أو لا. اختر نعم لاستكمال خطوات المسابقة. بعد ذلك ستظهر لك ثلاثة خيارات. قم بالضغط على خيار سؤال حلقة اليوم. ستتمكن من الاطلاع على سؤال وفيديو الحلقة، وعند الانتهاء من المشاهدة اختر رقم الإجابة الصحيحة الظاهرة في الأسفل. بعد ذلك ستظهر لك عبارة تم تسجيل مشاركتك ودخولك في السحب على جوائز البرنامج. للوصول إلى مسابقة حيث الإنسان على التليجرام يمكنك مسح كيو آر كود التالي. حظاً موفقاً. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. إذا نذهب الآن إلى سؤال التليجرام، أو نذهب إلى جرعة التليجرام أولا، لسؤال يوم أمس والذي يقول إذا هو موجود لي يا شباب ممكن نقول. السؤال يقول: ما المشروع الذي قدمه حيث الإنسان لعفاف؟ كان هذا سؤال التليجرام ليوم أمس، والخيارات كانت بقالة، الخيار الثاني كان محل ملابس، الخيار الثالث كان محل كوافير، وكانت الإجابة الصحيحة محل ملابس. فمن أجاب على محل ملابس هي الإجابة الصحيحة. سنقوم الآن بالقرعة لثلاثة فائزين، كل فائز حصل على 100,000 ريال. الآن نعلن الفائز الأول. طيب بسم الله، مبروك مقدما.
طيب ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 770330918. ألف مبروك لصاحب الرقم 770330918. 100,000 ريال في مسابقة التليجرام. نذهب الآن للفائز الثاني في قرعة التليجرام ب100,000 ريال. بسم الله. إذن ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 7388-97607. ألف مبروك لصاحب الرقم 7388-97607. 100,000 ريال الذي شارك في مسابقة التليجرام اليوم أمس، السؤال يوم أمس. طيب الآن نذهب إلى الفائز الثالث. شباب، طيب هذا إذن الفائز الثالث والأخير معنا لمسابقة يوم أمس. ألف ألف مبروك لصاحب الرقم المميز 77-19-71-644. ألف مبروك لصاحب الرقم 77-19-71-644. مبروك 100,000 ريال للمسابقة الثالث في مسابقة التليجرام، لسؤال التليجرام. طيب مشاهدي الكرام، نكون الآن وصلنا لنهاية هذه القرعة ونعود للاتصالات. ألو، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم أختي. أم خولة. ارفعي صوتك يا، ارفعي صوتك. أم خولة. أم خولة، حياك الله يا أم خولة. من فين تتكلمين يا أم خولة؟ من صنعاء. من صنعاء، يا حيا الله أم خولة من صنعاء. جاهزة يا أم خولة؟ نروح للسؤال. إن شاء الله. يلا نروح للسؤال أم خولة. السؤال يقول: أي كلية دعمها برنامج حيث الإنسان بالمعمل، بمعمل الحاسوب؟ أي كلية دعمها؟ نروح للخيارات. الخيار الأول يا أم خولة كلية التجارة، الخيار الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الخيار الثالث كلية الشريعة. أم خولة وين رحت يا أم خولة؟ ها، غير السؤال. طيب نغير السؤال لأم خولة. ركزي يا أم خولة، إن شاء الله الإجابة طيبة إذا أنت تابعت القصة، بتكون إجابتك طيبة إن شاء الله وتفوزين معنا. طيب أم خولة، كم عدد المستفيدين من مشروع حيث الإنسان الليلة؟ نروح للخيارات. الخيار الأول أو الأول 500 طالب وطالبة، الخيار الثاني 170 طالب وطالبة، الخيار الثالث 700 طالب وطالبة. 700 طالب وطالبة. نثبت خلاص، متأكدة؟ إن شاء الله. طيب نثبت لأم خولة، إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك، 100,000 ريال. احنا نثبت على طول ما دام المتصلين يعني سواء كان متأكد من الإجابة أو ما، يعني ألف ألف مبروك، خلاص ما في داعي للمشاكل. يعطيكم العافية. اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، الاسم الكريم أخي. سالم عبد العالم. ارفع صوتك مرة ثانية. سالم عبد العالم. سالم، يا حي الله سالم، من فين تتصل يا سالم؟ من صنعاء. حي الله سالم من صنعاء، ومعك سالم من حضرموت أكلمك. طيب الله يحفظك، تشرفنا بمعرفتك. يعطيك العافية يا سالم. طيب يا سالم، مستعد للسؤال؟ مستعد. يلا نروح للسؤال لسالم. ان شاء الله تقع سالم غانم، ان شاء الله تخرج من معانا اليوم في السؤال. طيب يا سالم، يقول السؤال: اي كليه دعمها برنامج حيث الانسان بالمعمل؟ نعطيها الخيارات. كليه الاداب والعلوم الانسانيه. ما شاء الله عليك، الله اكبر الله اكبر، السلام عليك يا سالم. اسم على مسمى ان شاء الله، سالم وغانم ومكمل ان شاء الله. اجابه صحيحه ومبروك عليك 100,000 ريال. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك وشكرا لمشاركتك معنا. حابب تقول كلمة أو توجه رسالة لفكرة المشروع أو فكرة البرنامج؟ طيب شكرا، شكرا لسالم. نروح لفائز آخر واتصال جديد. ألو ألو ألو، السلام عليكم.
طيب الآن استغلالنا للوقت نروح لإعلان الفائزين في الانستغرام واليوتيوب لسؤال يوم أمس. نذهب لي يا شباب في السوشيال ميديا عملوا قرعة ونشاهد. إذن ألف ألف مبروك لصاحب الحساب الظاهر الآن في الشاشة الفائز بمسابقة برنامج أو في مسابقة برنامج حيث الإنسان في منصة اليوتيوب. 50,000 ريال مبروك لصاحب الحساب الظاهر في الشاشة. نذهب للفائز في مسابقة وسؤال الانستغرام. إذن مبروك لصاحب هذا الحساب الظاهر في الشاشة في سؤال انستغرام. صاحب الحساب الظاهر في الشاشة لمن هو صاحب الحساب عليه أن يتابع نحن ونحن إن شاء الله راح نتواصل معه. مبروك عليك 150,000 ريال. طيب يلا هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن نروح ونعود للاتصالات. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم أخي. ألو. أيوة الاسم الكريم. شايف علي. شايف علي في مدى فرجاني. حياك الله. من فين تتصل يا شايف؟ من فين تتصل يا شايف؟ ها؟ من فين تتكلم يا شايف؟ من صعدة. من صعدة. من صعدة. حيا الله شايف من صعدة. جاهز يا شايف؟ حيا. نروح للسؤال. جاهز. يلا نروح للسؤال شايف. ما عليك يا شايف. السؤال يقول أين يسكن غفران؟ الخيار الأول لشايف. الخيار أين يسكن غفران بطل الحلقة؟ 1 وسط المدينة، 2 طرف المدينة، 3 صرواح. أين يسكن غفران بطل الحلقة اليوم؟ والله ما راقبنا القصة. ما تابعت الحلقة يا شايف؟ تابعناها. وكيف بتجاوب؟ أنا منتظر كمل خيارات. طيب يا طيب يا إما إنك تجرب حظك الآن تختار إجابة أو نغير لك السؤال. إيش تختار؟ غير لي السؤال. نغير للسؤال. طيب نغير السؤال اللي شايف. السؤال اللي غيرناه لشايف. السؤال يقول أين يدرس غفران؟ يا السؤال الأول. السؤال الأول قلنا هو في المدينة. طرف المدينة. طرف المدينة. طرف المدينة. طرف المدينة. غيرنا لك السؤال أفضل. أفضل لما هذا السؤال أفضل لك من الإجابة على هذا بتكون أفضل. ركز مع هذا السؤال. طيب السؤال أين يدرس غفران يا شائف؟ الخيار الأول جامعة إقليم سبا مارب. ركز مع السؤال هذا. ركز مع السؤال اللي غيرنا لك يا شائف. اسمعني من التليفون. ركز معي. أين يدرس غفران؟ الخيار الأول جامعة إقليم سبأ مأرب، 2 جامعة زبيد، 3 جامعة لحج. إقليم سبأ. إقليم سبأ. إذا ثبت له الإجابة. إجابة صحيحة يا شايف. مبروك عليك 100,000 ريال. مبروك عليك. مبروك. يعطيك العافية. شكرا لك يا شايف. طيب نروح لاتصال آخر. طيب الآن نروح لسؤال التليجرام لليوم. الشباب يحضرون لنا السؤال لسؤال التليجرام. وطبعا كل حلقة معانا سؤال للمتابعين في التليجرام، وهناك 3 فائزين للمشاركين في التليجرام.
ومن يجيب على هذا السؤال سيحصل على 100,000 ريال. كل فائز سيكون معنا يحصل على 100,000 ريال، ونعمل قرعة في كل حلقة. طيب نذهب لسؤال حلقة اليوم في التليجرام، إذا هو جاهز من عند الشباب الكنترول. سؤال الحلقة يقول للتليجرام، السؤال يقول: ما الدعم الذي تلقته جامعة إقليم سبأ من حيث الإنسان؟ السؤال: ما الدعم الذي تلقته جامعة إقليم سبأ من حيث الإنسان؟ 1. معمل حاسوب. 2. معمل طبي. 3. معمل هندسي. تمام، هذا كان سؤال التليجرام. الآن نعود لحبايبنا في الفيسبوك، والمشاهدات هناك لا بأس بها مرتفعة، ونعود للقرعة. شوف من الفائز معنا في الفيسبوك، اعملوا لنا شباب في السوشيال ميديا فيسبوك. طيب إذن لحظات ونعلن الفائز في البث المباشر عبر صفحة الفيسبوك، ومبروك عليه 50,000 ريال من سيفوز معنا اليوم. إذن ألف مبروك لصاحب الحساب الظاهر الآن في الشاشة، أبو ربيع العريقي. أبو ربيع العريقي هو الفائز في البث المباشر في أو العريقي في البث المباشر في الفيسبوك. ألف مبروك، 50,000 ريال. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأكارم، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة بهذه المشاركات وبهذه القصة الجديدة. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله. عطشان في قلبك خير.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.